القضية الأخطر هنا أنه عندما تستغل أدوات معينة في ظل خلاف سياسي، هنا يتم اكتشاف عورة هذا النظام السياسي، دعارة هذا النظام السياسي. أعطيك مثال، قضية الحلبوسي وليث الدليمي ليست جديدة، هي حصلت في العام الماضي لكنها لم تثر هذه الزوبعة. لماذا؟ لأنه في حينها كان هناك رضا من الإطار التنسيقي عن الحلبوسي، فبالتالي تم التغطية على موبقاته. الآن لا، هناك واضح محاولة لتهديد الحلبوسي، لا أقول إزاحته، تهديده من أجل مزيد من التدجين. لاحظ هاي العبارة مهمة جدا، من أجل مزيد من التدجين. أي. هذه ستستخدم الورقة كما ستستخدم أوراق أخرى. إذن لا تعول هنا على هذه التوصيفات بأنها توصيفات تعكس موقفا أخلاقيا من الحلبوسي أو للانتهاكات، بالإنصاف، وإنما هي مرتبطة بصراع سياسي. بالإنصاف خليني أمثل دور الغائب هنا، يعني هل الإطار التنسيقي هو الذي ضغط على السيد الحلبوسي بأن يقيل ليث الدليمي أم السيد الحلبوسي؟ لا عزيزي، لا 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 عزيزي، لا 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 لا، لاحظ أنت سأت فهمي. أنا قلت أنه كل نواب تقدم وقعوا استقالات قبل الانتخابات للحلبوسي. لماذا وقعوا؟ أقول لك لماذا وقعوا. هم لم يوقعوا يعني لأنه فرض عليهم ذلك، لا، هم توسلوا لكي يوقعوا. لماذا؟ لكي يحصلوا على استثمارات من صندوق الإعمار الذي يمتلكه الحلبوسي. بمعنى كل نواب تقدم حصلوا على أموال ومشاريع من الدولة، تحديدا من صندوق الإعمار أو من المحافظات التي يهيمن عليها الحلبوسي لكي يعاد انتخابهم. بالتالي كنا هنا أمام نوع من الزبائنية، هناك زبون هو النائب أو من يريد أن يكون نائبا، وعراب هو الحلبوسي. إذن هذه العلاقة هي التي حكمت هذه التوقيعات، ليس الضغط أو الإكراه، واضح حتى تكون الأمور واضحة. طيب. بمعنى كلا الطرفين العراب والزبون شركاء في بناء هذه البنية الزبائنية. لكن ما ردت أقول أنه الحلبوسي استخدم هذه الورقة العام الماضي، تتذكر؟ لماذا لم تثر هذه الزوبعة حول أول من الانتهاكات في البرنامج وحول اللا أخلاقية وأثار هذه القضية؟ لا لا، أنا ما أريد أن أقوله، لا لا، هي حصلت لمدة يومين فقط وبوس عمك بوس خالك وانتهت. يعني بمعنى لاحظ الدعارة، مجلس النواب يصدر قرارا، يعني الأمانة العامة لمجلس النواب تصدر قرارا باستقالة نائب ثم تغلس على هذا القرار. لاحظ، لأنه لا يملك رئيس مجلس النواب بعد الموافقة أن يرجع عن موافقته، يعني ليس واضح لديه هذه الصلاحية أصلا. واضح واضح. بالتالي استخدام هذه الورقة الآن ليست لأنها ورقة معيبة أو ورقة فاضحة أو تعكس عوارا في النظام السياسي أو تعكس بنية لا أخلاقية في النظام السياسي، وإنما يراد استغلالها لأنه هذه لحظة هناك خلاف سياسي مع الحلبوسي، يراد تدجين أكثر، الضغط عليه أكثر. لا، هذا هذه كل هذا كل الموضوع. أنا أشكرك.